من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكويتي، عن هذه التفاصيل. هل عاد دور الملاذات الآمنة أحمد؟ اليوم نرى الذهب، الفرنك والين كلها ترتفع اليوم، هل مخاوف الركود بدأت يعني تلقي بظلالها على الأسواق؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. كجزء من الملاذات الآمنة هي تحركات، على ما أعتقد تحركات تسودها الضبابية نوعا ما. عند النظر إلى آخر الأحداث، ملف سقف الدين تم إقفاله، أزمة أو فشل المصرفي تم إقفاله نوعا ما، رغم أن المخاطر لا تزال موجودة، خاصة من بعد تصريح جانيت يلين أو إدلائها بالنسبة للرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى أن لا يزال هناك إمكانية للاستحواذ القادم. الاستحواذ كلمة قد تكون ناعمة، قد تكون لطيفة لأزمة قادمة بالنسبة للبنوك، لكن حتى الآن على ما أعتقد الملفات التي تدعو إلى الملاذات الآمنة على ما أعتقد مغلقة حتى الآن. بالنظر إلى حالة الأسواق، فعلى ما أعتقد أن ارتفاعات الذهب وارتفاعات الملاذات الآمنة بشكل عام تجوبها حاليا نوع الضبابية أو الضبابية جراء انقسام على ما أعتقد الأسواق بين حديث الفيدرالي الأمريكي أو توقعات الفيدرالي الأمريكي وتوقعات المستثمرين بالنسبة سواء كانت للبوزينج أو حتى العمليات رفع أسعار الفائدة أو حتى نور لإمكانيات تخفيض أسعار الفائدة في نهاية العام. فعلى ما أعتقد أن عندما تكون الأسواق مغلقة بعض الشيء، الأسواق في حالة ضبابية، فالملاذات الآمنة قد تكون بعض الشيء حل للهروب من أزمة الأسواق، من ضبابية الأسواق. على كل سنرى كيف ستتحرك السوابس ماركت في الساعات المقبلة، هل ستساعر ربما رفعا بأقل من 25 نقطة أساس، أو هل ستتوقع أو هل ستساعر توقفا مؤقتا عن رفع معدلات الفائدة؟ هذا ربما سيعطي صورة أوضح حول تسعير الأسواق لهذه البيانات الاقتصادية الضعيفة اليوم. بالمقابل نرى تحركات قوية على الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم، وتحركات ضعيفة على السندات، ورأينا هذه التراجعات عليها اليوم. هذا يعزز من فرضية مخاوف الركود. متى سنرى الارتفاعات بشكل أقوى إذن على الين والفرنك؟ على ما أعتقد نور، بالنسبة لمخاوف الركود، مخاوف الركود كانت واجبة منذ الفترة الماضية، حتى منذ عام 2021 عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بربعين متتاليين سلبيات. حاليا 1.1 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، على ما اعتقد يعطي بعض الشيء، يعطي بعض الوقت بالنسبه للاسواق لتسجيل حاله الارتياح ان مخاوف الركود قد تكون مبتعده بعض الشيء الى الربع الاخير من عام 2023. يعني اذا ما نظرنا، انا اتكلم عن الركود العالمي، ليست بعيده كثيرا، يعني حتى اذا ما عدنا الى اوروبا والبيانات التي صدرت الاسبوع الماضي، النشاط في المانيا تحت الضغط خصوصا النشاط التصنيعي، راينا ضغوطا كبيره في الاقتصاد الفرنسي، ايضا هناك ضغوط واضحه في الاقتصاد البريطاني. يعني سيناريو الركود ليس سيناريو بعيد كما تصفه. نعم، بكل تأكيد السيناريو ليس بعيد، لكن هو السيناريو قد يكون مخفف بعض الشيء عما كانت تدور في بال الأسواق منذ العام الماضي. عند النظر إلى حتى حديث جيروم باول ذكر بأنه هو ميلد ريسيشن، ركود متوسط. نعم، بكل تأكيد أرقام التصنيع أرقام سلبية جدا، لكن بكل تأكيد نور ممكن أعزيها إلى الطلب العالمي، الطلب الضعيف. بكل تأكيد التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أوروبا، جميعها سجلت انكماش. نعم، متفق تماما نور معك أنه في مخاوف ركود، لكن قد يكون الركود بعض الشيء ناعم مقارنة مما كانت تعتقده الأسواق في الفترة الماضية. حتى بكل تأكيد لو طلعنا على عوائد السندات، عوائد السندات طبعا الانفيرجن الموجود أو انقلاب منحنى العوائد بكل تأكيد يسجل بعض المخاطر. لم يفشل بتوقعاته بنسبة 77% على ما أعتقد، سجل مخاوف الركود نعم موجودة بكل تأكيد. صحيح، حتى عوائد السندات تسعر إمكانية دخول الركود، لكن بعض الشيء الأرقام الاقتصادية 100% نور. نعم، عند الاطلاع على عوائد السندات بكل تأكيد الانقلاب أعطى 77% تاريخيا توقع حالة الركود، لكن على ما أعتقد لدينا 6 أشهر إلى السنة تقريبا لدخول مرحلة الركود. 1.1 الناتج المحلي الإجمالي، أتفق معك أن بريطانيا قاب قوسين أو أدنى من دخول مرحلة الركود. نحن مرحلة حتى الآن توازن دورة العمل في بريطانيا عند 0% على ما أعتقد الناتج المحلي الإجمالي. نعم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هناك مدرسج. نعم، أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي، شكرا لك على هذه المشاركة معنا الليلة في جلسة المساء.